نعم. فضيلة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. نعم. حكم الحديث شيخ من ناحية التصحيح والتضعيف؟ لهما ضعيف. ترتيب العلماء الشيخ عليه عندما رتبوا عليه بعض القواعد. اسمع بارك الله فيك، هو حديث صحيح، هو حديث ضعيف من حيث السند، لكنه صحيح من حيث المعنى. فالماء طهور، كل ماء نزل من السماء فهو طهور، كما قال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهور. كل ماء نبع من الأرض فهو طهور، لأن الماء النابع من الأرض هو الماء النازل من السماء، كما قال الله تعالى عن المطر: إنه سلكه ينابيع في الأرض. فإذا كان الأصل في المياه النازلة من السماء أو النابعة من الأرض الطهارة، فإنه لا يمكن أن تنتقل عن هذا الأصل إلا بما يغيرها، فإذا تغيرت بالنجاسة صارت نجسة. فالحديث سنده ضعيف ومعناه صحيح. وهذا يعني يؤدي إلى قاعدة أحب أن تفهموها: أحيانا يكون السند صحيحا والمتن ضعيف منكر، فلا يجوز أن نعتمد على ظاهر السند. ومن ثم قال أهل العلم في الصحيح: إنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة كلها تتعلق بالسند، إما بالرجال وإما بالسلسلة، وسلم من الشذوذ وهو مخالفة الأحاديث الصحيحة والعلة القادحة. فأحيانا يكون السند ظاهره صحيح لكن المثل منكر فلا يعول عليه. نعم.